شاركت حشود من البحرانيين يوم أمس الأحد 23 مارس في موكب ختام فاتحة الشهيد الحاج جواد الحاوي في منطقة سترة، ورفع المشاركون الهتافات الثورية التي أكدت على القصاص من القتلة وإسقاط النظام. التظاهرات لم تتوقف منذ استشهاد الحاوي، واخترقت التدابير الأمنية وسياسة المداهمات التي اتبعها النظام عند المداخل والأحياء السكنية. وقد تعمدت القوات الاستخدام المكثف لأسلحة الشوزن بغرض قتل المتظاهرين. إلا أن الشبان أصروا على الحضور في الساحات وأظهروا مقاومة ثورية شديدة ردا على أسلحة القوات النظامية التي أصابها الإعياء، ولجأت إلى مخاطبة المتظاهرين عبر مكبرات الصوت. مناطق العكر، المعامير، النويدرات، عالي، بوري، الدير، المرخ، الدراز وشهركان شهدت العديد من التظاهرات الثورية، ورفعت خلالها صور الشهداء وقادة الثورة المعتقلين. كما تصدت مجموعات ثورية للقوات النظامية في كرزكان وصدد والقرية وبني جمرة والمقشع والده والبلاد القديم. وقد تعمدت قوات النظام الاعتداء على الشعائر الدينية، وانتقمت من المتظاهرين بإطلاق الغازات السامة على مأتم السنابس أثناء فعالية الذكر الحكيم القرآنية. من جانب آخر، نظمت المعارضة في لندن اعتصاما أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني، شارك فيه القيادي في حركة أحرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي. وندد المعتصمون بجرائم النظام وقوات الاحتلال السعودي، مطالبين الحكومة البريطانية بالكف عن دعم نظام آل خليفة الذي يقمع المواطنين المطالبين بتقرير المصير والتحرر من الاستبداد.